ذاك 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 روعه. لا اللي شوفوا ما حط لك احنا سيارات اخذناها اللي موجوده في وادي حضرموت بالذات، وغرضنا اخذ وادي حضرموت لايل نستفيد منها في مجال السياحه، وغرضنا عمل كمان متحف اليمن السيارات القديمه، واخذنا السيارات وبدانا في اصلاحها من 97 حوالي 5 سنوات ونحن ناخذهم، وبعدين ظهرناهن وانتشرن. مثلا فيها تبع المستشار البريطاني موجوده معنا سياره، معنا زي ما قلت لك سياره هذه اللي شاركت في اكتشاف حرس بلقيس اللي تابع وندر فيليبس، هذه عالميه معروفه. عندنا حق السلاطين مثلا اخر سياره حق السلطان حسين بن علي الكثير موجوده عندنا. واحد جارنا عبد الله الحكمه سايق عنده كل